تواصل شركات الإماراتية عروضها الجديدة للتخفيض في أسعار السيارات كيا بيكانتو ترقيم 2022. وأكد هذا الوكيل في بيان له أن هذه العروض تحتوي على أسعار مغرية هي الأرخص في السوق. وأكدت الشركة أن عرضها الجديد يتمثل في تسويق كيا بيكانتو ترقيم 2022 بسعر 330 مليون سنتيم مع مدة تسليم لا تتجاوز 75 يوم. سيارة كيا بيكانتو ترقيم 2022 هي الفئة القياسية أو لا باز كليم، ولكن زودوا لها بعض المواصفات اللي هي حساسات خلفية وشاشة لمسية مع دي في دي وكاميرا خلفية. وتتوفر هذه السيارة على محرك بنزين بسعة 1.2 لتر يولد قوة 87 حصان متصل مع علبة سرعات أوتوماتيكية من 6 سرعات. وبخصوص عملية الطلب على هذه السيارة، قال هذا الوكيل أن مدة التسليم تقدر ب 75 يوم، وهي مدة شحن هذه السيارة من دبي مع تقديم الزبون لتسبيق في سعر السيارة يقدر ب 180 مليون سنتيم واستفادته من فاتورة ووصل تسديد المبلغ مع جميع الضمانات القانونية لإتمام عملية البيع. وفي الأخير للمصداقية، نحن لا ننصح بشراء هذه السيارات لأن عملية البيع فيها غموض. وإذا هذا الوكيل حقا عنده أسعار مغرية كما راه يقول، يجيبها ويدخلها للبلاد والمواطن يخلص ويرفض سيارته في التراب الجزائري. سلام. Um...